إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعن كسو جرني كتاب كي أصول الإيمان ها في محمد عبد الوهاب سكالها أنه كان ميسان إن شرحي الشيخ صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم على الشيخ. وعن سو جرني باب كل حاد باب الوصية بكتاب الله دردارا ليسو دردار مو قبس الشد الكتاب كألا إيكو عمل فالكيسة إيه وقول الله تعالى إيه ألا قول كيسوي اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اللوحو عايد تنكو الرئيس كل شيء إن كتاب لوسو الدجية رسول كينا صلى الله عليه وسلم ليرها كل شكل سيئاد ودكتو ضدكي قارد أها أو وانا ونقضو ضدكي مؤمنين تأها خلقي يوم بعد لولا هالله يا اتبعوا راعي اللوير ما أنزل إليكم من ربكم وحا لا حقين لإنك بسوا دجي راع هو كتاب يا حكمة سنة رسولك صلى الله عليه وسلم ولا تتبعوا من دونه أولياء حنا راعيننا وحي الذين سوا دجي وحا نهينا راعيننا ألا غير كيس راعيننا يا اللوير قليلا ما تذكرون وحاير انت اد وانتو بيسان واد حق اصول نقون ايسان آيات كالانو وحكو الشيغي إنا وحينا إليك كما وحينا إلى نوح والنبيين من بعدي هذه وحوان كو وحي والنية علوية نبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدا آن نوح وحقو وحي والنية هي النبي ذي نوح كدن بي إبراهيم إسماعيل إسحاق يعقوب أصباطي عيسى أيوب يونس هارون سليمان انت إنه ألا مارت وهو حيذبو الشاقي نقول له داودنا كتاب زبور لسي يا رسول ألا رسولك صلى الله عليه وسلم ورقوا قوى الرمي يا رسول أن لغا الشاكين با نموسا ألا الله هذا ورسول با ألا يربرك رسولا مبشرين ومدينين ورسول بشارعية ودقنا محا ألا مركو صدري وحقا سيوحي قاسو سودي بي لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول si aanay dadka ugu sugnaanin xujo ay alla maaragtay xujo ku yeeshaan baada rusul rusasha soo diridooda kadib taamarka macnaheedu waa maxay inay baatil tahay dad kale dadku waxay u baahan yihiin waxa rususha ahayn kulligood wada baahan yihiin oo aysan ka maarmin oo aysan iimaankooda uga maarmin oo maaragtay diinkooda uu faasid yahay haddaanay raacin oo ay ku magacaabeen aymo وأنا ما كشي على وسيلة إليه هني آية داني ويكسو هرجيتا لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل معناها ما حي هدي الرسل أنا صدر لهين تتكم حمون حجاء إني هلا هيا لقى فهم يا ما شخص لكن مركي الرسل شر صدر حجة ما يستعم مركي قف في إراهة تتكم حيو باهين وحن أي ملا إراهة أولي بقى دكوان رافضة أها وإمامية دل إراهة 12 داح مثل كي شيغان عيو يهو ميد مارتي معدومة واحد جيران هاي وقرصين يمين لين كل سنة كهر يمارة دونت أرقوا واحد واحد كجيران هي مارة تدت كوش يعنى يجي خارجته لبده واحد وسين فرق يربانا مركو ده حياة رمضان واحد شايل إن مركي عثمان الذي لكذب الصلاة يقول رأي مسلمين تا كده دعي واتي علي بن أبي طالب معاوية كوشيان تحكيم واحد ليراه ذو إن بحيه أقرت اللي ودي بته تلو قاتيان مسلمين تا كمذا لو قبانا لمقعابي وعمر بن العاص وديني علي بن أبي طالب كسعدي يا أبو موسى الأشعري ودين علي معاوية كسعدي مركي أركا الوهشيي أي أركان خارجتي إن لهشيي يي إنكيران تحكيمك وعي رادين لا حكم إلا لله حكمك ألا مركا يو سبعا ما فهم سنة هدي دد لي راهد وحكا الحكومة وحيو أركان حكمك ألا لقيتك تاسنا أساس ما ودد كان حكم قلو ديبتي وحيو حكو حكومة يانون ولقد دونا يا هو كتاب قالينا وحكو حكمانه يوح خلاف سن كتاب كعلى وحكو حكمه لا ملح مركز تحكيم كيف إنكيران
markaasay muslimiintii isla jirtay faaruqeen oo ka tageen. Markaasaa Cali ibn Abi Taalib, isagaa madax ahaaye ibnu Cabbaas, u diray nimankii khawaarijta ahaa, waa uu la dooday, nuskood waa soo noqdeen. Intii kalena wixii kusii madax taagnaadeen ra'yigoodii oo muslimkii soo weerareen, oo xoolihii maarata muslimiinta ay qaateen, dhiiggii muslimiinta ay banaysteen, Cabdullah bin Khabaab yay dileen. Markii la weydiiyo yaa dilay, la yiran waxay yidhahdeen dhammaanteen waa dilnay, waa niman haddayna dagaalamaan rabo. Markaasaa Cali ibn Abi Taalib uu la dagaalamay. Madabkoodu marka muxuu ku taagan yahay asal u ah? Qur-aanka way weynaynayaan, qur-aanku waxay leeyihiin waa asalkii, waxaana la raacay leeyihiin, laakiin sunnadii jamaacadii khilaafeen. Sunnadii rasuulka sal sl ee qur-aanka caddaynaysay iyo jamaacadii muslimiinta iyo ijmaacoodii iyo maaragtay fahamkoodii saxda ahaa markay wada jiraan iyo ijmaacoodii wixii bay khilaafeen. Iyagu marka ma arkaan in la raaco sunnada ay u malaynayaan inay qur-aanka khilaafsan tahay. Sida rajmiga oo kale waa diidan yihiin. Xadkii qofka xadku uga waajibayay marka uu waxxado waa rubcu diinaar. Waxay yidhahdeen maya rubcu diinaar wax la yidhaha ma jirto. Xadiis waa ila sheegtay mugta xadiis marka waxay u haysaa inay qur-aanka khilaafsan tahay. Way lumeen marka, maadaama sunnadii iyo jamaacadii ay khilaafeen, way lumeen. Sababtoo ah rasuulka sal alla slam dadka isaga uga cilmi badan waxa isaga lagu soo dejiyey. Allahna wuxuu ku soo dejiyey rasuulka sal alla slam kitaab iyo sunno oo xikma lagu magacaabo. Anzala allahu calayka alkitaaba walxikmata, alla wuu yiri. Nimankaa khawaarijta ahi waxay leeyihiin rasuulka sal alla slam waxbaa dulmin karaa bay leeyihin, oo dulmin waa ka dhaca. Marka uma aanay hogaansamin xukunka rasuulka sal alla slam, mana aanay fulin iyo xukunka aimadii ka dambeysay, madaxdii ka dambeysay. Waxay yidhahdeen cusmaan iyo cali iyo waxa la wixii iyaga maaragtay inay dad fiican yihiin u haystaan, waxay wax ku xukumeen waxaan alla soo dejin. Waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaika humul kaafiruun. Qofkii wax ku xukuma waxaan alla soo dejinna waa gaalay yidhahdeen. Markaasay muslimiintii arrinkaa ku gaalnimo xukmiyeen, iyo arrimo kale iyo dunuub kale ku gaalnimo xukmiyeen muslimiintii. Marka gaalnimo xukmintaas ay muslimka gaalnimada ku xukmiyeen, ayaga iyo ahlu bidca kale noocaas ee kale muslimka gaalaysiiya, laba muqadimo oo hordhac oo baatil ay ku dhisan yihiin. Marka hore waxay leeyihiin waxaan wax ku gaalaysiinayno waa wax qur-aankii khilaafsan, qofkan wuxuu sameeyey qur-aankii khilaafsan yihiin. Tan dambena waxay leeyihiin qofka qur-aanka khilaafa waa u gaalooba. Hadda waxaa dhici karta qofka inuu qof qaldamay u yahay, waxaa dhici karta qof dambaabay inuu yahoo waxan uu maaragtay khilaafay inay waajib yihiin waa ogyahay, xaaraanta uu ka dhacana inay xaaraan tahay waa ogyahay, waana ictiqaadsan yahay in alla uu ka xarimay, laakiin macsibay ka tahay. Waxaas waxay leen danteen maa gaalnimay ku xukmiyaan. Iyaga marka maxaa dhinaca kale ka xiga oo kasoo horjeeda? Waa niman shiica la yidhaahdo oo aimadii hadda aan sheegaynay oo lagama maarmo ay lahaayeen iyo iyaguna quliga ku sameeya, waxayna yidhaahdeen waa macsuumiin, dembiba kama dhaco, mana qaldamaa, kaaga darane tilmaamihii allay siiyeen. Waxay yidhaahdeen aimadaas wax walba ogyihiin, waana in loo noqdo, waxaa waajib ay leeyihin in aimadaas loo noqdo, dhammaan wax rususha ay la timido ayagu ay maaragtay noo kala caddeeyaan, wax aan qaadanayna waxaanan qaadanayn. Marka qur-aanna ma aadaan, sunnadii rasuulkana sal alla slam dhinaceeda ma fiiriyaan, laakiin waxaa cumdo u ah iyaga qof ay u malaynayaan inuu yahay macsuum waa aimadaas ay sheegteen ayagu. Kadib waxaa arrinkoodu ku dhammaadaba inay yidhahdaan waxaan ku dayanaynaa kaas macduumka oo wax jiraba aan ahayn. dhinacaas marka khawaarijta waa ka xun yihiin, sababto khawaarijtu qur-aankii bay u noqonayaan iyagu, qur-aankuna hadda waa xaq, haba qaldamaan iyagu khawaarijtu fahamkiisa ha ku qaldamaan, wax ha ka xumaadaan. Laakiin nimankaan shiicada ahi waxay u noqonayaan ma jirto, waa mid aan jirinba oo xaqiiqo lahayn oo maaragtay laleeyahay ilaa iyo kun sano ka badan uu maaragtay god ku jira. Marka dadkaas dhintay wax laga soo werinayo iyay ku dhegan yihiin. Marka wax la soo guuriyey oo aan xaqiiqo lahayn oo aan run ahayn, qofka laga soo guuriyana uusan sidiisaba macsuum ahayn, yay maaragtay diin ka dhigteen. Sidaa darteed nimanka mubtadacada ah iyaga ugu been badan, shiicadaasa ugu been badan, khawaarijtu runaa lagu yaqaanaa, inkastoo ilaa garta dawaayahan dambe qolooyin soo baxeen beenta iyo maaragtay dhinaca shiicada ka shabahay. Khawaarijtu marka diinkooda weyn muxuu yahay? Waa inay jamacadda muslimiinta ay khilaafaan oo dhiiggooda banaystaan iyo xoolahooda. Shiicaduna dhiigga muslimiinta iyo xoolahooda way banaysanayaane, laakiin si cajzi baa haya mararka qaarkood. Zaydiidun waa saasoo kale samaysaa. Imaamiyadu marka qaarkoodna maaragtay way dagaalamaan, marka qaarkoodna waxay yidhaahdaan annagu ma dagaalamayno waxna dili mayno haddii aan imaam macsuum ah oo aan calankiisa ku hoos dagaalamayno aanu jirin. Shiicadii iyo raafidadii waxaa lagu arkay inay cadowgii maaragtay muslimiinta, mulxidiinta iyo baatiniyadii iyo ay mar walba ay
dabagalaan oo ila socdaan xumisun ku soo hoggaamiyaan. Sidaa darteed nimankii qaraamidada ahaa ee Baxriin joogi jiray ee Xajarul Aswad ka qaatay ee muslimka laayay waa niman maaragtay wax ka gaalsan, yani ma yar yihiin, waa ku xun yihiin wadii nasaarada oo ka liitaan sababtoo bani aadan ay caabudaan. Marka iyo nimanka maaragtay ismaaciliyada la yiraa iyo nimanka faatimiyiinta la dhihi jiray iyo oo Marooka iyo meelahaas Aljeeriya iyo Liibiya meelahaas Tunis iyo yani galbeedkaas ayay mar xukumi jireen iyo Masar bay soo gaareen. Shiicanimo iyo wax noocaas oo kale ah ay ku hoos dhuumanayeen. Nimankaas marka qaraamatada iyo faatimiyada oo faatimiyiinta iyo wax noocaas oo kale ah maxay mar walba dadka u dardaarmaan, waxay leeyihiin war muslimiinta waxaa laga soo geli karaa dhinaca shiicanimada. Albaabkii waxay u fureen cadow kastoo muslimku u leeyahay, ama mushrikiin ha noqdaan ama ahlu kitaab ha noqdaan ama munaafiqiin ha noqdaan. Marka nimankaas shiicada ahi qur-aanka iyo xadiidka dadka ugu fog bay ku jiraan, waa ka fog yihiin. Aan ku soo noqonno marka darsigeenni xadiidka 47-aad. An Zayd ibn Arqam waxaa laga wariyey radiyallahu anhu allah karaa noqday أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له خطب إن خطبه إيمانا فحمد الله وأثنى عليه أن لا أيوم هديي وأنا أمانه ثم قال وحير أما بعد أنت كذب ألا أيها الناس ددوا فإنما أنا بشر أنو بن آدم بانا يوشك أن يأتي رسول ربي إن ملك الموت إيمانه يا دو وفوجيب من كان أجيبه وألا يؤفصده يا دو وأنا تارك وعن إن كنت فيكم دثينا ثقلين لبع العلوس هو شان يقول وين هي سيدا علماء كوفة سيران وما لبع رنو إلى لين تود أي تدك كعلوس تاه قرآن كإن لو عمل فلا تدك واك علوس تاه تد بدم بيا هذا قرآن كإي ورمي السنة ذاك يسأي يوم كعمل فلين أهل البيت كنا وحى علوس سيدا شرح تقارب ذي الشيء زي ما نقول شرح هاي إن تدك أي معتدلين أي نقدان لين عودة مركلة في ري أهل البيت أو يكفوا قاعدان كترحتك لقترحتك يقولوا لو سمايو ama gabaad fal dhinacooda lagu sameeyo oo maaragtay la dulmiyo. Labaas culays marka waa maxay? Uu yiri Rasuulku sallallahu calayhi wasallam kaga tagaya dhexdiina awwaluhuma kan koowaad waa kitaabullaahi waa kitaabka Alle fiihi lhuda wannuur hanuun baadi laga hanuunayaa qur-aanka ku jira, nuurna waa ku jiraa oo laabtii kuu nuurinaya oo aad wax ku arkayso oo wax kuu kala caddaynaya. Fakhuduu bikitaabillaah kitaabka Alle qabsada, uu yiri Rasuulku sallallahu calayhi wasallam, واستمسكوا به كنا دغا او كعمل فلا وحا كجيره كعمل فلا فحث على كتاب الله والرغبه فيه ذلك بو كترسيه القران كي كدغان او يقبسدان وانا او جعليسي. ثم قال كد ابن وحي واهل بيتي اهل بيتك اهل بيتك واكو زكد لغا حرم او قاربت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا قراوي سكميدا شرع قارب انه حيل عند علمدي وا لغا ودا ودد قارب ودا حدي قد اهل بيتك سيني كو قرابتان يغو مارته دينك رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هينين oo ahlu bidac ayay rabaan haddana in sidaa lagu weyneeyo gacmahooda la dhudhunkado la barakaysto. Marka ahlu beytka waa la ixtiraamaa, xaqoodana maaragtay waa lala yimaadaa. Haashim iyo Muttalib kuway dhaleen yaa ahlu beyt la yidhaahdaa. Inkastoo ahlu beytku ahlu beytdii la yiraahay waasic tahay, waaweynka rasuulku sala ay soo gelayaan, laakiin si gaara waxaa laga wadaa kuwa zakadu ay ka haaraan tahay. Lafdig waxaa ku jiray buu leeyahay saxiix muslimka kitaab allah, waxaan kaga tegayaa kitaabka alle, taqaliinkaasa laga bedelaya. Huwa xablullaahi waa xariga alle, من اتبعه وقف كي قران كان راعه كان على الهدى وقفها نوسن قفكاسي، ومن تركه وقف كي قران كتغنى كان على الضلاله بادي وكتاغن ياهي او جيت كي ليبان توا وقفي. مرك رسول صلى الله عليه وسلم يري لبا علوس يعني كي تغي وكتابك لو دتك كو تيرتيرسيه كدي وحي مرك اهل البيت كي يعني كي تغي علماء قاركود وحي يراهدين واحد مودا ان رسول صلى الله عليه وسلم لو وحيودي ان اهل بيتك لا ديبي دونه ولا دولمين دونه. markaasuu dadkii ku baraarujinayaa in aan la dulminin oo alfaadi xadiidka waxaa ku jirta udakirukum llah fi ahli beyti, alla ayaan idin xusuusinaya oor idinku cabsiinaya waa macnaha ahlu beytkayga shanigood, yani alla uga cabsada waa hana xumaynina ha samaynina wax dhibaaya. shuraacda qaarkood marku xiraan sa masalka sharxaya waxaad moodaa rasuulka sal alla slam in loo sheegay wax ahlu beytka ku dhici doono. markaasuu dadku u dardaarmay inay maaragtay ku dadaalaan dhaqaaleya si aanay maaragtay si xun ugu dhaqmin marka fitnadu ay dhacdo. marka muslimiinta rasuulka sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu dardaarmay ahlu beytkii inay ku dadaalaan. ahlu beytku waa a'imma ma aanu dhihin oo muslimiintu ha u noqdaan rasuulka sallallahu calayhi wasallam ma aanu dhihin. marka meesha khawaarijta iyo shiicadu iska khilaafeen wadaata aan ishaareyni, khawaarijta waxay yidhahdeen kitaabka allaan qabsanayna, shiicaduna maxay yidhahdeen ahlu beyt baan qabsanaynaa bay yidhahdeen. laakiin mid kastoo labadooda ka mid ah khawaarijuna kitaabkii ma haysato ilaa ma fahamsanayn لصحابة الخلافين رسولك صلى الله عليه وسلم صحابة رسولك
اي خلافه رجع من القران بها يا مرك ما فهم سنه قرانك حديث الرسول كان صلى الله عليه وسلم ما هيا الا حديث وحاورنا الصحابه اقار بدن او كميد اي قالن او كحكميه كتاب لا اسك شيكت او اسك نقوت نمك شي على اهل البيت بشيغنايا يغونا اهل البيت مره احسن خوارج القران سمع بيو فسرايا قران معني سمي قانا علم امارتي غوندود كومات كان سنه مره احسن جماعه المسلمين تمرت وحويدين مايا يا قران فهم سنه شعور سدو كلي اهل البيت كما اني دوانين صحابتي كلي حق عقيدته يا عمل كبا والخلاف سين مرك وبدا ام بوضع فان كان شيعه ورافضه وحي الخلافين سنه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف سين وكاس كل اهل البيت بان كدغنا اهل البيت كما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم خلاف سناجر وبدا لا ايمان جري يا شرك يين بنان العابد يين صحابتي وا قال لي راه ابو بكر وعمر لقب بالعاب يا اهل البيت كي قبي جري وبنتو مرك مرك وحنا لا فرين ان كدغنا ولا يرقف كي قبصدا دومي مايه وكتاب قال لكن اهل البيت كي وحنا لا يري كدالة أو مارتة نقالية أو هدول مننا أو هل احترام حديث سيح مسلم سجنا وجابروا وريوا حجة الوداع كل شيء كيناي سو رسولك صلى الله عليه وسلم حجي تاني مدير مكو كسر بحي لا وكسر نقض وعكو جري مالك رسولك صلى الله عليه وسلم أمد أخذ بي عرفه أولاد الدار معي وحير واحد إن كجت جي ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به وحنا كجت واحد هذا لمينينا سيقدا شيء سدات كدكتان كتاب الله وكتاب قال وانتم تسالون عني وانا الذين كين ويدينايا اني حقي يا الذين ويدين دونا فما انتم قائلون محد له دونتان محد الذين قالوا حين ان نشد وحن مركن نهي انك قد بلغت ان ادتك رساله لو رسو ديري اد غارسيسي واديت امانه دينا اد غدتي ونصحت امدين اعدو نصيحيس او وخ ديبو جيرن اد مارتي وعديس وحي نعفيه وجرنا عاد وعديس فقال بإصبعه السبابة رسولك صلى الله عليه وسلم فرتيسي سمعنا مرتسد وتقانه وفرحات كي يسولك أود حيسا يو مارتي كوي شارع إرك كربو وقال وينكبها إلى الناس ذاتك وسوعلنا يا مرك اللهم اشهد اللهم ارقاتي كالنقو يو يرى رسولك صلى الله عليه وسلم وابو إمان دون حديث كاسو وحديثك كان كوحيك ثلاث مرات ستحجر تذلك الأهل البيت كان ميا واحد سكوافقين وح كم إذا وحيا بعض الرافضة إلى قول نقطه مسلم ودومين أي مارتة الصحابة دي أهل السنة دي كخلافين ميا لديه كان أهل البيت كا سكوافق وح كم إذا وح يقول لك قار نقطين وبيدعوين كإلى قار نقطين أهل البيت كبري بيكيهين إن وحاس بيدعوين كإلى قار نقطين من كان رافضة الله أي مارت وح كم إذا أي معناها أي قبان شارع عليه هاي باب كان شيخ كتاب قاري رسول الإمام بو كسو داري محايا يلي إن كتبتي ألا للرمييو وركني يتير كميدة تيركي إيمانك تيركي إيمانك واللح إن كتبتي للرميان هو ميت كميدة تيركا لحظة وحانا أقود دار جوين رمينة للرميان أيو كتبتي ألاه إن الرمييو كتبتي ألاكي أقوينا أقونا فضلك بطنا ee hadda xujada ku ahaa dadka mukallafiinta marka la soo saaray rasuulkeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam kadib waana quraankii alla uu dadka faray inay raacaan oo uu u goodiyay dadka khilaafa quraanka qaadan waaye sida alla uu yiri tabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya qalilan ma tadhakkarun wa ayadi cinwaanka baabka ku daray shiikh alla wuxuu weeyay uu leeyahay marka wadaadka kitaabka sharaxay إن كتاب كلا قبصته لنا الرومين تلرومين أيوه يوح كتاب كده حجر الرومين تلرومين أيوه يقل له عمل فرا كيس محكم كأه لنا الرومي كيس متشابهه رومين تقران كلا رومين أيهنا درجوين باكو هزجره لما أنتود أي واجبين درجوين كاس ويسوق لايان إن ركني كا للرومي أيوه درجة كوه دوا معي ولا رومين أيوه وإن قرآن كان ويا هذا الكعلة إلوسو دجيي نبي محمد صلى الله عليه وسلم درجة لبعض نوام محي إن قرآن كده ما أنتيس وده حق يهاي أو حبيرات قلدو إيس كجر درجة سد حد نوام محي إن قرآن كويا هاي كيو قدم بيه كتب تعلى هو كتاب قدم بيه قرآن كأنو جرين هنون الله حقي سكاي ما أنا أيه قرآن كان كدبنا آن وجيرين وقد دومدان لو سوحيون آيو
sida nabi maxamed ba sallallahu alayhi wasallam uu yahay midka lagu eebiyey oo lagu khatimay nebiyadii alle iyo rusushiisa yaa sidoo kalena qur-aanku uu yahay kutubta alla midka ugu dambeeyey iyo xujadii alla uu ku ogay ummaddan waana jidkii toosnaa waa xariggii alle adkaa qofkii qabsadaahi waa qof hanuunay qofkii ka taga qur-aankana waa qof lumay marka qur-aanka waa la rumeeyaahi laba darajaa ku guda jirta waa darajo waajib ah ayadaan rukni ah qofkii aan darajaas la imaanna maba ka ansaxaayo iimaankii waa saddexdii darajo eedaadda lasoo sheegay saddexdii martabo eedaadda lasoo sheegay waa inu qur-aanku hadalka alla yahay ee maxamed lagu soo dejiyey sal alla slam xaqna uu yahay wax baatil aysa ku jirin inuu kutubta alle ugu dambeeyey oo kitaab ka dambeeyey oo dadka lagu hanuunaya aanu imaanaynin darajada marka sunnada ahi waa maxay waa in la rumeeyo dhammaan wixii kala dhigdhig ah iyo tafaasiil qur-aanka ku jira ama sunnadii rasuulka sal slam ku jira oo iyadu fasiraysa qur-aankii alle darajadaasi marka waa darajo guud ahaan sunno ah intaanu qofku ogaanin waxaa la dhihi karaa qofku waa uu rumaynayaa yaanu ogaanine qur-aanku fadliga uu leeyahay ee u sugnaaday waxaana waajiba in la rumeeyo qofkii ogaada si kala dhigdhigan u ogaada darajadaasi waajib bay ku tahay ahlu cilmi badanna waxay yidhaahdeen darajadaas iyada lafteedu waa waajib ee sunno ma ah hadduu duub ahaan haddii la fiiriyo maxaa yeele qofkii waxaa ku waajiba inuu rumeeyo qur-aanku fadliga uu leeyahay ama ogaado ama yaanu ogaanine oo tafaasiilihiisaba soo gaarina hadduu u ogaado tafaasiishii iyo wixii kala dhigdhignaana waxaa waajib ku ah si kala dhigdhigan oo faahfaahsan inuu rumeeyo dadka kitaabka sharxa wuxuu leeyahay haddii aad aada ugu sii kuurgasho waxaad arkaysaa in labadan hadal ay isu dhow yihiin maxaa yeelay xagga fulinta wax farqiga uma dhexeeyo oo weyn labadaas qowl xadiidka 57-aad wuxuu ka hadlayaa isaguna haddii kitaabkii iyo sunnadii laga tago in la lumaayo walahu wuxuu leeyahay muslim fii xadiidi jaabirin aطawiil xadiidkii jaabir allah ka raali noqday ee dheeraa ee xajka ku soo arooray ee jaabir uu ka hadlaayey markii rasuulku sal allah slam uu madiine ka baxay oo uu safarkiisa dhan ka sheekeeyey ilaa uu xajiyey xajkii o dhan uu ka sheekeeyey ilaa uu ka soo noqday rasuulku sal uu ka sheekeyey xadiis dheer buu ahaa oo imaam muslim uu wariyey waxaa ku jiray marka anna annabiya sal alla slam rasuulka alle sal slam qaal inuu yidhi fii khudbati yowmi carafa maalinkii carafo khudbadii uu dadka u jeediyey wuxuu yidhi rasuulku sal allahu alayi wasalam waqad taraktu fiikum maa lan tadiluu bacdahu in ictasamtum bihi kitaab allah waxaan idinkaga tegay dhexdiinna wax aadan lumaynin isaga gadaashiis haddii aad ku dhegtaan xaggii caqiidada iyo xagga camalfalkaba kitaabka allaan idinkaga tegay wayo macnuu haddii beddel iyo bayaan laga dhigo kitaabullaahi haddaad tidhaahdana waa maaragtay mubtade la qadaraya meesha ku jira oo adoo yidhi huwa kitaabullah waa kitaabka alle wa antum tus'aluuna canni waana la ikiin weydiin doonaa oo xaggayga yaa laydin weydiin doonaa la dhihi doonaa maaragtay ka warrama nebigan famaa antum qaa'iluuna maxaad dhihi doontaan qaaluu waxay yidhaahdeen nashhadu waxaan qiraynaa annaka qad ballaqta inaad dadkii gaarsiisay risaaladii lagula soo diray wa addayta inaad gudatay ammaanadii lagu dhiibay wanasaxta ummaddii inaad u naseexaysay oo wax ay waajib ku tahay inay ku camalfalaan aadan ka qarinin ood u caddaysay waxay waajib ku tahay inay ka tagaanna aadan iyadana ka gaabin ee aad u sheegtay fa qaala bi isbaacihi asabaabati fartiisii murdisada ahi oo suulka iyo fardhexaada u dhexaysay yuu rasuulku sala allahu alayi wasalam ishaare yarfacuha ila asamaa isagoo kor u qaadaaya fartiisii cirka u qaadaaya oo alle maaragtay farta ku fiiqaaya wayankutuhaa ila annaas dadkii uu haddana usoo leexinayaa oo uu ku ishaaraayaa oo wuxuu doonayaa inuu alla mara geliyo in dadkii ay saaqireen oo inuu isagu wax soo gaarsiiyey ay dadki qireen wuxuuna yidhi rasuulku sal alla slam allaahumma ashhad allow ka marakac inay dadkani qireen oo ictiraafeen inaan soo gaarsiiyey xaqi allaahumma ashhad ilaahu ka marag noqo
إلهه كمرقات النقو أنا حق سوى قارسي سدح جربه كوعلى لي رسولك صلى الله عليه وسلم وياتك كتابك شرح وعوية حديثك جابر الدير إلا يقان يا مسلم ووريي إيه حجك رسولك صلى الله عليه وسلم وهو الشيكين هاي وحكوش يا حديث كاس قطبة رسول صلى الله عليه وسلم وعرف آخري وعن قطبة كجرتي وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إذا تصمتم به كتاب الله أم كتاب الله سنة ما كلمة الشيخ المحايا يا سنة كتاب كألا يي كده حجرتا وكتاب كألا سنة إلا راعوا واجبين هاي هدي كتاب كلا راعوا سنة نوا كده حجرتا كما بحثنا القرآن إلا ألا يري أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ألا هي رسول أطيع هو يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره هكا الدكتور هذين كو رسولك صلى الله عليه وسلم أمر كيس مارت خلافة آية أن تصيبهم فتنة إن فتنة يقول عذاب يصيبهم عذاب أليم أم عذاب درن وكدا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله رسول سماء نمدر إلا إن أطيع موي يعني لا صادرنا مركا وحي حكمة أحاديث رسولك صلى الله عليه وسلم ولي ما هذا وإن لقم مغلاء اللغة أطيعة كتاب كيف الشيء قال فقال له وحو عدي إن رسولك صلى الله عليه وسلم حكمة كسو دجي وأنا سنة دي أو رسولك صلى الله عليه وسلم أو كتاب قال عدينا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم قرآن كيف أنك كسو دجي سيادتك هو عدي سوح له سو دجي سنة دي لفته ووحي رسولك صلى الله عليه وسلم كسو دجي أو قرآن كيف أنك عدينا بالله التوفيق.